خذها مني، هذا ليس بالأمر غير المألوف. وفي أغلب الأحيان عادة ما يظهر أولئك الذين يعانون من المسؤولية سلوكيات محددة قد لا تكون واضحة بشكل صارخ، لكن ثق بي إنها موجودة. في هذه المقالة سنتعمق في هذه السلوكيات ونلقي الضوء على شكلها وكيف يمكن أن تؤثر على علاقتك. لذا اربطوا أحزمة الأمان، فقد حان الوقت للتعرف على بعض الحقائق الصعبة حول المسؤولية في العلاقات. 1- تحويل اللوم. في عالم العلاقات هناك لاعب رئيسي غالبا ما يرفع رأسه عندما يجد شخص ما صعوبة في تحمل المسؤولية، وهو تحويل اللوم. كما ترى من الأسهل بكثير توجيه أصابع الاتهام إلى شخص آخر بدلا من قبول أنك ارتكبت خطأ. إنها آلية دفاع كلاسيكية، وثق بي إنها أكثر شيوعا ممن تعتقد. 2- المبالغة في الاعتذار. الآن قد يبدو هذا غير بديه، وفي نهاية المطاف أليس الاعتذار علامة على تحمل المسؤولية؟ حسنا، ليس دائما. في الواقع الإفراط في الاعتذار يمكن أن يكون في بعض الأحيان مؤشرا خفيا على أن شخصا ما يعاني من المسؤولية في العلاقة. 3- تجنب المواجهة. دعونا نتحدث عن المواجهة، إنها ليست بالضبط المفضلة لدى المعجبين، أليس كذلك؟ الآن إذا كنت قد قرأت كسر الارتباط كيفية التغلب على الاعتماد المتبادل في علاقتك، ستعرف أن المواجهة ليست سلبية دائما. في الواقع غالبا ما تكون هذه خطوة ضرورية نحو الحل والنمو. 4- إنكار الواضح. قال ألبرت أينشتاين ذات مرة، من لا يهتم بالحقيقة في الأمور الصغيرة لا يمكن الوثوق به في الأمور المهمة. وهذا صحيح في العلاقات أيضا. أحد السلوكيات التي غالبا ما تصاحب الصراع مع المسؤولية هو إنكار ما هو واضح. إنه مثل شخص يقف تحت المطر ويصر على أنه لا يبتل. 5- التناقض في الأفعال والأقوال. الآن دعونا نتحدث عن أحد السلوكيات الأكثر إرباكا، وهو عدم الاتساق بين الأفعال والأقوال. ربما تكون قد صادفت هذا من قبل. يقول شخص ما شيئا واحدا لكن أفعاله تحكي قصة مختلفة تماما. يبدو الأمر كما لو أنهم يلعبون دورين مختلفين في نفس الوقت. 6- الوعود الكاذبة المتكررة. هناك مقولة لبنجامين فراندلين تقول، الوعود قد تناسب الأصدقاء لكن عدم تنفيذها سيحولهم إلى أعداء. وهذا لا يمكن أن يكون أكثر صحة في العلاقات. أحد السلوكيات التي تميل إلى الظهور عندما يعاني شخص ما من المسؤولية هو عادة عدم الوفاء بالوعود. قد يقدمون وعودا كبيرة ولكن عندما يحين وقت تنفيذها فإنهم يفشلون. 7- الخوف من الضعف. دعونا نصبح واقعيين للحظة، أن تكون عرضة للخطر هو أمر مخيف. إنه مثل الوقوف في وسط ساحة المعركة بدون درع. وعندما يتعلق الأمر بالمسؤولية في العلاقات يلعب الضعف دورا كبيرا. الاعتراف بأخطائك وطلب المغفرة، هذه هي نقطة الضعف الأساسية. لكن ليس الجميع مرتاحين لهذا المستوى من الانفتاح. بعض الناس يشعرون بالرعب منه، إنه مثل وحش تحت سريرهم وسيفعلون أي شيء لتجنب مواجهته. شكرا لمشاهدتكم، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من المحتوى. وإذا عندكم أي اقتراحات أو تعليقات اتركوها في الأسفل. نشوفكم في الفيديو الجاي.